يكفي أن ننظر حولنا لنرى بأم العين كل يوم أن الاعتدال هو الأقوى. أعلم أن دخان المعارك الوهمي والحقيقي يغشي الصورة. مشاريع الانتحار كلها مأزومة في لبنان، ومأزومة في سوريا، ومأزومة في اليمن، ومأزومة في العراق، وفي كل بقعة يستسهل فيها الانتحاريون جرائمهم. يكفي أن ننظر حولنا لنصدق أن كل مشاريع الإلغاء التي واجهناها بالاعتدال، أكرر، كل مشاريع الإلغاء التي واجهناها بالاعتدال هزمت. وفي ساعة الحقيقة لم تجد عنواناً تلجأ إليه إلا عنوان المعتدل الأول والأصدق والأكثر، الرئيس سعد الحريري.